انا السيده ميلوده وهذه بنتي وتسكن في حي مولا رشيد مجموعه جوج شارع كاو الدار 4 وتكفصلي على بنتي واحد المجرم عنده صوابق فايت مقطع نسيبته شعرها ومخصر لها وجهها ودائما تيدير المناتف وتتفاصل عليها امه وما تتخليش يمشي للحبس ونوت عندالي على بنتي وعندها جوج الاولاد وضيع لي بنتي وجهها وانا تناشد محمد السادس وتناشد الحكومه باش يشدوا لي حقي مع هذا المجرم لانه مجرم خطير اي منتف اللي دارو تيفلت منه تيدير الملاتف كثيرة وكيفلت منهم تيتعدى على عيالات الرجاله وتعدى على البنات وتعدى على اي وحده صابت يضربها وانا اليوم تناشد سيدنا باش ياخذ لي حقي وياخذ لي حق بنتي جاو عندي البوليس السبيطار 20 غشت وتبعوني وخذوا التفاصيل وسولوا الدريه وشافوا الضربه ولكن لحد الساعه ما داروا معايا حتى شي حاجه ما جاو اعتقلوه ما داروا معايا حتى شي حل وهجروا مجرى بنتي حيدوا لها الجيران كاين غير الظلم الشبكات تتقلقب كيجروا عيالات الرجاله يضرب البنات ضرب نسيبته قطع لها شعرها محيد لها دراعها وتتفاصل على امه وتيخرج ما تيتشدش الحبس واليوم انا بغيت حق بنتي ومني ضربها وسالا مشى جاب لنا عصابه وجاب جنوية أخرى حيدوها لي على الجيران ولحد الساعة تيجينا وتيتهدد علينا بجنويته والمخزن ما دار معنا حتى شي حاجة من عطانا بالجنوية قال لهم ها الجنوية ديالو حيدوها لي الجيران قال لنا خلي عندهم حتى تعطوها لضابط أخر ولحد الساعة ما جاو ما تحركوا ما جاو لي ما والو لحد الساعة تيجينا حتى لباب الدار والجيران شاهدين تيجينا حتى لباب دارنا وتيتهدد علينا بجنويته حيدها لي الجنوية وما داروا معنا المخزن حتى شي حاجة ملي ضربني مشى جاب عصابة وجابوا سجناوة وسيوفة وجاو لينا بغاو يضربوني عاوتاني ويضربوا خوتي شوفوا عباد الله شوفوا حات بنتي شوف الدم ديالها شوف جلابيتها شوف راسها شوف حات بنتي كيفاش داير ليها شوفوا عباد الله بنتي مشى لها وجهها شوفوا عينها شوف راسها عباد الله كيفاش داير شوف بنتي شوف عاد الدم ديال بنتي انا بغا حق بنتي وحق وليداتها وعندها الطربيات الصغار وعندها الدراري الصغار وبنتي براجلها اللهم الا مكر انا بغيت حق بنتي ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على القناه الصحيفه 24 وكيفما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.